سنستمر في عملية التدريب وتنظيم أنفسنا، وهي سمة عامة من التعلم الدائم. الإنسان سيبقى يتعلم لآخر يوم في حياته، فكيف من هذه الأجهزة التي عليها مهمة صعبة جدا، يجب أن تتعلم دائما وأبدا، وأن تذكر دائما مهمتنا، مهمة الاستقرار الأمني في صلب السلم الأهلي، وأيضا هي داعم للقرار السياسي، وهي مقدمات التحرر من هذا الاحتلال الغاصب. سنستمر إن شاء الله، وأنا أشكر جميع الأجهزة الأمنية لهكذا دورات، وخاصة التوجيه السياسي لاهتمامه في هذا الموضوع. ورشة قانونية لمدراء أو لضباط التحقيق في المؤسسة الأمنية كضباط ضبط عدلية. نحن دائما في توجيهات، في انه نحن الجهة القانونية في الأمن، ونحن مطلوب منا إنفاذ القانون، وبالتالي مطلوب منا أن نقوم بتطوير قدرات ضباطنا في المؤسسة الأمنية. وكانت هذه الورشة عبارة عن أربع دورات، كل دورة في الشرطة، في الاستخبارات، في المخابرات، في الأمن الوقائي. وكان هناك تعاون إيجابي وكبير من مدراء المؤسسة الأمنية ومن ضباط المؤسسة الأمنية لإنجاح مثل هذه الورشة، والحمد لله رب العالمين، يعني طلعنا بنتائج جيدة في أنه الضباط زادت مهاراتهم، زادت معلوماتهم حول إمكانية وضعهم القانوني، بحيث أنه لا ترد الدعاوى عندما تعرض الى النيابه العامه. وايضا نحن نشكر النيابه العامه والقضاء العسكري وكل المحامين في المؤسسه الامنيه اللي اسهموا في انجاح مثل هذه الورشه اللي كانت ضروريه، ورايحين احنا نستمر في ورشات مشابهه في تطوير قدرات شبابنا ان شاء الله.